ليه انا عايز اوضح بس نقطه مهمه بخصوص الكابتن طارق سليم، لانه كابتن طارق سليم انا اعلم انه يؤيدني وعندي دلائل تثبت ذلك. بس حضر كل معظم هو حضر يعني ندوه واحده انا لا اريد التجاره بكابتن طارق سليم، ربنا يديله الصحه ويشفيه. طارق سليم اخ اكبر ليا، طارق سليم يعلم من هو محمود طاهر واعلن للناس في النادي هو واقف في صف مين. كابتن طارق سليم لا استغله ازاي يحضر للاستاذ المعلم وهو بيأيده، مش عايزين نخش في التفصيلات دي. ليه دايما بتعتمد على صالح سليم، على فكرة صالح سليم، ان صالح سليم هو انك تكاد ترث صالح سليم؟ لا الحقيقة انا لم ارث صالح سليم، وصالح سليم تحديدا ما تعلمته منه يؤهلني ان 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 اكون امتدادا لصالح سليم. لانه صالح سليم انا هديلك مثال بسيط يا مدام لميس، في سنه 88 صالح سليم كان بقاله 8 سنين رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ودون قانون يجبره على انه يمشي قرر انه مش هيقدر يدي اكتر من الثمان سنين دول في ذلك الوقت. واللي ترشح في المجلس الجديد كان كمال بيه حافظ نائب صالح سليم. صالح سليم رفض ان يخوض او يؤيد حد ضد حد، يؤيد نائبه. بس يعني حضرتك يعني بتقول ان احنا ننظر للمستقبل، لكنك دايما بتنظر لتاريخ صالح سليم وبتقول ان انا يعني بستند الى لانه ببساطه شديده صالح سليم ارسى حاجات كتير قوي بتتكسر النهارده في النادي الاهلي. ارسى احنا بنقول ايه؟ ليه بنقول قلعه الوطنيه؟ ليه النادي الاهلي قلعه الوطنيه؟ ليه بنقول النادي الاهلي عنده تقاليد ومبادئ؟ تقاليد ومبادئ دي بيرسيها ناس، بيرسيها تاريخ.